السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. والنهارده موعدنا مع حلقه جديده من سلسله اختراعات لطيفه وقويه من الانترنت. النهارده معانا حاجتين ما لهمش علاقه ببعضيهم كالعاده، وزي ما شايفين النهارده عندنا حاجه كبيره وحاجه صغيره، وانا متحمس وشايف اظن ان شاء الله هيطلعوا الاثنين كويسين جدا. قبل نبدا ما تنسوش لايك عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، شغل جرس التنبيهات عشان نعرف كل اختراعات جديده اول باول. خلينا نبدا النهارده مع الحاجه الصغيره الاول. اوكي، دي فعليا كنت اديكوا عليها يعني زي نظره كده مبدئيه للعبه نفسها. ساعتها عملنا الفيديو على الريد ماجيك 6، اقوى موبايل في العالم، خطير جدا، 165 هرتز. انا اصلا بصراحه اول ما توصل قبل ما توصل كنتش اعرف اي حاجه على السماعه دي. دي اسمها تي دبليو اس، ريد ماجيك تي دبليو اس جيمنج ايربودز، سماعات ان اير خاصة بالجيمينج. اظن جدا غالب الناس اللي بواخد الموضوع الجيمز جد يعني على الموبايل اكيد بتلعب بسماعات، فمن اللطيف ان احنا نشوف واحدة موجهة مخصوص للجيمينج. ودي عندنا مانيوال كبير والسماعة شكلها غير تقليدي. اكيد مبدئيا عندنا الكيس نفسها مع لوجو ريد ماجيك الاحمر. الكيس تعتبرش صغيرة يعني بالشكل التقليدي ابدا، هي مش عريضة لكن ليها سمك كبير، يعني اوكي ده تدخل في الجيب لكن مش اريح حاجه. اكيد السماعات نفسها بيجي فيها ستيمز زي ما انتم شايفين، لكن واخده شكل كده جيومتريك كده. السماعات نفسها شكلها لطيف صراحه، شكلها كوله مختلف، وفيها فينز كده عشان تثبت في ودنك بشكل احسن. اوكي، السماعه بدات تنور لما مسكتها زي ما انتم شايفين، احمر فابيض، غالبا هي بتعمل جاهزه للبيرنج يعني. والكيس نفسها برضو فيها حركات LEDs كتير، هنا في احمر وهنا غالبا ده مؤشر البطارية مثلا، ثلاث شرط. والسماعة اكيد ايوه فيها ماجنت بحيث تثبت في مكانها جوه الكيس وتقفل عليها تاني. اوكي، الكيس نفسها مصنوعة من البلاستيك، كل حاجة بلاستيكية طبعا، لكن احساسها لطيف مش اللي هو حاجة تشيب وتعبانة. عندك هنا مدخل USB-C للشحن طبعا، وشكلها زي ما انتم شايفين مختلف جدا. في عندنا حاجة اخيرة في العلبة هنا. اوكي، دي ريبليسمنت البادز مع الفينز حسب المقاس، وعندك كمان كيبل USB-C USB-A. اوكي نبدا التجربه. التي دبليو اس من ريد ماجيك تحس اسم حركه مصارعه، تي دبليو اس. المهم بتشتغل مع ايفون واندرويد عادي جدا، سماعه بلوتوث. لكن احنا هنجربها مع الريد ماجيك، نجربهم كده كتيب مع بعض ونشوف المميزات اللي بناخدها. هل في مثلا كويك بيرنج لما نفتح الكيس نحطها جنب الموبايل؟ فعلا في كويك بير، تعمل كونكت مباشره. دي حركة لطيفة، أتوقع مش هتشتغل غير مع ريد ماجيك. بيقول لك دلوقتي البطارية. أوكي كول، في حاجة كمان اسمها الترا لو ليتنسي، دي هنجربها دلوقتي. على حد علمي مفيش هنا نويز كانسليشن وما إلى ذلك، ولكن المفروض إنها سماعة صوتها كويس. والتركيز هنا زي ما قلت لكم على موضوع الليتنسي وإن مفيش لاج إطلاقا. المفروض عشان تلبسها بتضغط على الفينز دي عشان تدخلها في ودنك وتسيبها تاني فتثبت في ودنك أكتر. اوكي خلينا نجرب. اوكي، السماعه مريحه في الودن، حاسس شكلها بصراحه نوت باد، شكلها مش سيء، مش لو بقى جيمنج واوفر وبتاع، واحساسها في الودن مش سيء اطلاقا. انا ركبت الماس الكبير من الاير تيبس، حاسس بتعمل ايسوليشن احسن وبتعمل عزل في عين كويس. طبعا مفيش نويز كانسليشن هنا، لكن تحس الصوت كده مكتوم حواليك دلوقتي. الصوت انا جربت دلوقتي في كذا حاجه وبصراحه شايفه مش سيء اطلاقا. في تركيز واضح هنا على البيس، ففعليا عندك بيس معتبر، السماعه بتطلع بيس كويس جدا جدا ومش مغطي يعني على بقيه الاصوات، مش حاسه كده عامل دوشه، بالعكس صوتها كويس جدا. الصوت عالي كمان مش اللي هو واطي، تقدر تعليه على حاجه مش اللي هو هتطرش، لكن الصوت كويس جدا مش محتاج تعليه اكتر من كده. وكل حاجه بصراحه يعني توقعتها تكون اسوء من كده، بصراحه الصوت كويس جدا على السعر. سمعت على فكره سعرها $50 بس كمان، نسيت اقول لكم هذا الموضوع. فمن ناحيه موسيقى، فيديوهات، افلام وما الى ذلك ما اظنش تبقى متضايق ابدا، الصوت فعلا كويس هنا وسماعه خفيفه جدا فمش حاسس بيها قوي اصلا في ودني. التحكم هنا كل حاجه عن طريق التاتش، في لمسات تقدر تعملها على السماعه اليمين والشمال عشان ترد على المكالمات، تسكيب، تبلاي وبوز وما الى ذلك، لكن ما فيش انك تعلي وتوطي. الحساسيه بتاع التاتش في السماعه كويسه بس في مكان معين جدا لازم تضغط عليه، تضغط فوق او تحت مش بتعمل حاجه، فلازم تتعلم المكان ده فين. مفيش ابلكيشن للسماعه، لكن من جوه البلوتوث سيتنجز عندك شويه حاجات تقدر تعملها، زي انك مثلا تبرمج الحاجات المعينه، مثلا انك ثلاث ضغطات، ضغطتين وما الى ذلك. لكن اهم حاجه هنا مختلفه في السماعه دي، ودي الحاجه بقى الاساسيه فيها فعليا، موضوع الالترا لو ليتنسي اللي هو جيمنج مود. وهنا بيعمل لك زي ديمو صغير كده بيوريك لو انت ضغطت كانك تضرب نار قبل ما تشغل المود، فعليا ما بتدوس في لاج كده على ما تسمع صوت الطلقه، لما بتشغله
بتحس انها في لاج برضو بس اصغر بكتير. المفروض فعليا هنا الليتنسي 38 ملي سكند، ودي حاجه كويسه جدا على اي سماعه يعني. ولما بتشغل الجيم بلاي مود ده السماعه بتقعد تعمل فلاشنج كده ال دي اللي فيها، عشان الناس بقى اللي حواليك عارفين انت ايه، انا مركز وبلعب جيمز دلوقتي جد. بس مفيش طريقه انك تقدر تطفيه، حاسس ده ممكن ياكل في البطاريه وانا مش انا شايفه يعني، ممكن اكون قاعد في البيت مش عايزه يكون منور. طيب كتجربه فعليه الجيم بلاي مود ده ايه الوضع؟ بص خليني اقول لك ان هي فعليا شبه انستنت يعني، انا بحس ان طلقه بتتسمع مع الضغطه مع يعني. بص هي عايزه تقارنها مع سماعات تانية عشان تحس فعليا الفرق قد ايه، ولكن انا حاسه هنا كويس جدا جدا يعني. بضغط بسمع الصوت مع الضغطه نفسها، مش حاسس في اي ديلي اطلاقا. نفس الكلام كمان ينطبق اكيد على الفيديوهات، مش حاسس برضو باي فرق ما بين الكلام اللي انا بقوله وما بين الصوت. الكلام ده بتلاحظه برضو لما تعمل بلاي وبوز، الصوت ما بيكملش ولا حرف واحد بعد البوز، ودي حاجه بتكون موجوده في بعض السماعات التانية، فاكيد مفيش لاج اطلاقا يعني، انا مش حاسس يعني اي لاج. بس في تريك هنا في الموضوع، الجيمنج مود مش بيشتغل غير مع ريد ماجيك، فلازم يكون عندك موبايل ريد ماجيك عشان تستفيد بهذا الموضوع. فدي سماعه منطقيه لو انت معاك موبايل ريد ماجيك، لو معكش موبايل ريد ماجيك يعني ما فيهاش الميزه الاساسيه، هو اللو ليتنسي هو الحاجه الاساسيه هنا. البطاريه كويسه حوالي 6 7 ساعات يعني 5 6 ساعات باستخدام السماعات لوحديها، مع الكيس بتديك حوالي 20 ساعه اجمالي. هحاول اسيب لكم لينك ليها، هدور كده على اللينك واسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. اوفر اول سماعه لطيفه لو انت معاك ريد ماجيك، واكيد سعرها مش سيء اطلاقا. اوكي نحاول الاختراع الثاني، دي حاجه بصراحه متحمس ان انا اجربها بقالي فتره، واكيد سمعت المسمى واي فاي 6. كنا بنتكلم على مواصفات اي موبايل دلوقتي، واي فاي 6 واي فاي 6، لكن اتوقع يمكن 100% من الناس او غالب الناس على الاقل ما جربش اساسا واي فاي 6. هو غالب الموبايلات الجديده بتدعم الواي فاي 6، ولكن عشان تقدر تستخدمه فعليا انت محتاج راوتر او مصدر النت يكون طالع من راوتر واي فاي 6، وده اللي هنتكلم بقى عليه النهارده، راوتر واي فاي 6 وايه الفرق اللي هناخده فعليا مع حاجه زي دي. هذا الاختراع لطيف، هو من شركه تي بي لينك، يمكن سمعت عنها، مشهوره جدا في عالم الراوترز وما الى ذلك. والفئه دي اسمها ديكو، عندهم خط كده اسمه ديكو، وده اسمه AX3000. اوكي ده بيديك زي مش بيديك تغطيه شامله للواي فاي في البيت عندك او في المساحه اللي انت فيها، سواء انت بقى ممكن عايزه في محل او عايزه في اي حاجه. والمفروض ان هنا بتاخد سرعات اعلى بكتير من الواي فاي اللي قبل كده والجيل الموجود دلوقتي، بتوصل معاك لحد 3000 ميجا، 3 جيجا فعليا. وعشان هي مش يعني شبكه، فبتغطي لك فعليا حوالي 650 متر مربع، يعني عندك مساحه كبيره جدا. طبعا الراوتر التقليدي اقل من كده بمراحل، الراوتر اللي حاطه اصلا في الاوضه اللي جنبيك انسى. فهنا الموضوع بيحل لك ازمه الواي فاي في اي مكان انت فيه. وفي ميزه اساسيه هنا برضو، غير موضوع ان شبكه الانترنت نفسها هتكون اسرع بكتير، والتغطيه كمان تكون اوسع بكتير. انت ممكن مثلا تقول انا بالراوتر اللي عندي ممكن اركب اكستندرز او حاجات زي كده عشان تديك تغطيه اوسع. اوكي ممكن، بس المشكله في الحاجات دي ان هي بتفصل يعني. مثلا انت عندك الراوتر في مكان انت شابك عليه، لما تكون رايح هتشبك على الاكستندر اللي في الحته الثانيه دي، بتفصل من الراوتر الاساسي وتشبك على الراوتر الثاني، ففي جليتشايه كده بتفصل منك. هنا المفروض مفيش الكلام ده، هنا المفروض انت شابك على شبكه واحده فعليا، فلما تنتقل من جهاز لجهاز تاني، عشان هنا عندنا 3 اجهزه عشان تغطي كل المكان، بتفضل كونكتد على نفس الشبكه من غير اي تغيير. في الـ AX3000 زي ما انتم شايفين عندك 3 اجهزه، اوكي؟ واحد فيهم هتوصله بشبكه النت اللي عندك، ايا كان بقى انت داخل لك كيبل ADSL او عندك راوتر اساسا عايز توصله بيه مصدر النت اللي موجود عندك في البيت، اوكي؟ وبعد كده عندك جهازين تانيين تحطهم بقى في اي حته، واحد مثلا لو عندك دورين، واحد في الدور اللي فوق، او واحد في الاوضه البعيده، واحد في زاويه، واحد وزعهم حوالين البيت عشان تاخد احسن تغطيه. بتنزل ابلكيشن على موبايلك وتبدا في البروسيس انك تسطب كل حاجه ببساطه. زي ما انتم عارفين انا بستخدم 5G، فانا عندي اوريدي راوتر بيديني واي فاي 5G، لكن راوتر موجود بره مش في الاستوديو هنا، بيوصلني هنا نت كويس الكونكشن، بس مش احسن حاجه يعني، لو انا شابك بره باخد سرعات احسن بكتير. والمشكله كمان ان انا عايز جهاز موجود هنا جنب الناس اللي ركبناه قبل كده عشان اقدر استخدم الناس، انا فعليا عايز اوصل الناس بالراوتر
واوريدي عشان اطلع كيبل هنا يبقى مشوار طويل، فده هيحل لي الازمه دي، واتوقع هيحل برضو الناس كتير منكم هذه الازمه، عشان كل واحد من دول في مدخلين لان الاجهزه نفسها زي ما شايفين شكلها انيق ولطيف، مفيش اي حاجات مبعجره، مفيش قرايل طالعه، عندك هنا مدخلين لان والباور وبس كده، شكله كول جدا. خلينا دلوقتي نعمل حاجه مهمه، خلينا نعمل سبيد تيست دلوقتي من موقعي هذا ونشوف هيدينا كام عشان نقارن بعد كده ونشوف هنجيب كام. ادي السبيد تيست، البينج حوالي 18 والداونلود حوالي 360، مش احسن حاجة النهاردة بيجيب معايا اكتر من كده، بس ده التجربة الحقيقية الموجودة دلوقتي، والابلود زي ما شايفين داخل في حدود 30. اوكي طبعا بيجيلك في العلبة الادابتر بتاع الباور والكابلات بتاعت اللان، خلينا نروح اوصله بالراوتر واجيلكوا تاني عشان نبدا السيت اب مع بعض. اوكي دلوقتي عندي واحد ديكو اكس 60 متوصل بالراوتر بره، والتاني وصلته هنا بالكهرباء، التاني متوصل بره طبعا بلان. بيقول لك اللي بره دلوقتي الاساسي عايز تسميه ايه او متوصل في انهي منطقه، انا هقول له في الليفنج روم. بعد كده تمشي في كام خطوه بسيطه عشان يقول لك بعد كده عرف النتورك بتاعتك عايز تسميها ايه، النتورك الخاصه بيك، وتحط باسورد طبعا الواي فاي. ف لحظة واحدة. اوكي دلوقتي خلصت كل السيت اب، فعليا الموضوع دقيقتين، مفيش أي حاجة معقدة إطلاقا، بس تحط يعني يوزر نيم وباسورد معرفش إيه، وبيعرف كل الحاجات هو أوتوماتيك. دلوقتي أنا عندي ثلاثة، واحد حاطه جنب الراوتر بره، ده هيبقى عندي في الاستوديو، واحد تاني ممكن أحطه في أوضة النوم مثلا، وكده البيت كله هيكون متغطي فعليا، مساحة 650 متر بالثلاثة دول لوحديهم، فأكيد أكبر من البيت بكتير، وأقدر أشبك دلوقتي 150 جهاز. مازال عندي نتورك الواي فاي اللي طالعة من الراوتر الأساسي موجودة، لكن دلوقتي أنا بشبك طبعا على النتورك اللي أنا عملتها مع أجهزة ديكو. فزي ما شايفين أنا سميتها دايزر هاب، دي النتورك اللي عندي في البيت دلوقتي، وما زالت دي النتورك اللي طالعة من الواي فاي تقدر تشبك عليها برضو، لكن طبعا تشبك هنا أحسن. ودلوقتي التنقل ما بين كل جهاز والتاني هيفضل بنفس النتورك دي، مفيش أي حاجة هتتغير فعليا، مش هتفصل وتشبك تاني، كلها مشبوكة سواء مع الجهاز ده، مع اللي بره، مع اللي في أوضة النوم، طول ما انت موجود في البيت فعليا تفضل مشبوك. كلام طبعا مع كل الاجهزه اللي عندك بقى، تلفزيوناتك، بلاي ستيشناتك، كل الاجهزه اللي عندك، وبيجي لك نوتيفيكيشن كل ما جهاز يشبك على الشبكه. دلوقتي بيقول لي الايفون شبك، الابل ووتش شبكت، وهكذا. الابلكيشن بصراحه لطيفه، ومنها هتشوف طبعا كل الاجهزه المشبوكه، وممكن تفصل انت اي جهاز لو انت عايز، وطبعا تقدر عندك هنا شبكتين موجودين فعليا في كل الراوترز اللي هي 2.4 و5 جيجا هرتز، ممكن تخلي اي واحده فيهم شغاله، تغير الباسورد في اي وقت، كل حاجه فعليا ابسط ما يمكن. وجي الوقت دلوقتي احنا نعمل سبيد تيست تاني كده ونشوف الوضع ايه. انا اوريدي الراوتر اللي عندي كان سريع، فخلينا نشوف في فرق فعليا ولا لا. اوكي دلوقتي في السبيد تيست جاب معايا حوالي 400 ميجا في الداونلود، وحوالي 26 ميجا في الابلود، والبينج حوالي 22. انا عارف انه مش الفرق كبير، بس ده نفس الارقام اللي باخدها لما اكون واقف جنب الراوتر دلوقتي. انا جربت طلعت وقفت جنب الراوتر هو نفس الرقم، فانا مش فاقد اي حاجه نتيجه ان انا بعيد عن الراوتر، او ان انا حتى لو مسكت جهاز في اي حته في البيت هيديني نفس الارقام دي، عشان البيت كله يعتبر متغطي دلوقتي. فاكيد حاجه لطيفه جدا لو انت عايز تنشر شبكه الانترنت عندك. على فكره كمان بيدعم امازون اليكسا لو عايز تتحكم فيه بقى كمان بطريقه لطيفه، تشغله في اوقات معينه وتطفي في اوقات معينه. اكيد اختراع لطيف جدا لو عايز انترنت يعتمد عليه في البيت. وكالعاده هسيب لكم لينك في صندوق الوصف تحت الفيديو للديكو اكس 60 من تي بي لينك. وبس لو عجبك هذا الفيديو لا تنسوش لايك العنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان نعرف كل الفيديوهات الجديده اول باول، يا ريت كمان تابعوني على انستجرام، فيسبوك، تويتر، رابط تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.